بهدف تعزيز الوجهة السياحية لمدينة أكادير وانفتاحها على أسواق أوروبية جديدة، أطلقت الشركة الهنغارية ويز أير خطاً جوياً مباشراً يربط مدينة الانبعاث ببودابست. أول رحلة جوية لهذه الشركة حطت الثلاثاء بمطار أكادير المسيرة. هذه عملية مهمة بالنسبة لانتعاش ديال هذه الوجهة ديال أكادير بعد العملية ديال داك القاعدة اللي دارتها هنا الشركة العربية. اليوم كنفتحوا على أسواق جديدة اللي هي الأسواق ديال أوروبا الشرقية. وبودابست ماشي فقط العاصمة ديال هنغاريا، لكن هي عاصمة جهوية مهمة اللي كتعرف واحد النهضة اقتصادية مهمة، واللي كتعرف كذلك واحد انتعاش كبير في هذا الميدان ديال السياحة. هذا الخط الجوي سيعمل بمعدل رحلتين أسبوعيتين، وسيساهم في تقوية علاقات التعاون مع دول أوروبا والرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول لتكون في مستوى العلاقات السياسية المتميزة. إطلاق خط جوي بين أكادير وبودابست يندرج في إطار استراتيجية المكتب للتوسع في منطقة أوروبا الوسطى، وهي سوق مهمة جدا بالنسبة إلينا، وعملنا منذ سنتين إطلاق هذا الخط الذي سيعمل بمعدل رحلتين في الأسبوع. هذا الخط الذي يعد ثمرة جهود حثيثة لعدد من المتدخلين ضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة ومديرية الطيران المدني ووزارة السياحة، يرتقب أن يجلب حوالي 30,000 سائح هنغاري سنوياً، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم في أفق سنة 2020.